سلام سلام، واش رايكم دندونتي الوفيات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه وعافيه. نتمنى لكم يوم سعيد وحياه اسعد ان شاء الله. دندونتي الوفيات جيتكم اليوم بفيديو جديد. على بالي راني نغيب عليكم بزاف، ولكن الله غالب لي ظروف خارجه عن نطاقي، ما قدرتش نحط لكم لي فيديو باستمرار. عندي الخدمة وعندي مشاغل، يعني أمور شخصية الله غالب. المهم جيتكم اليوم بهذا الفيديو، قلت لكم اليوم راح ندير معاكم موديل هكذا خلطة، كما تعرفوني نقول لكم دائما خلط هاد الصفا. موديل درتو لزبونة كوموندات عليا مجموعة من لي دغا، يعني للأمانة خيطت لها تقريبا 8 دراوات، وكل درا درتو مختلف على الاخر، يعني في المخايد في الوسادات في كلش. هذا الوساده كيما قلت لكم خلطها تصفى، راح ندير فيها لا دونتيل، وراح ندير فيها واحد الموديل اللي تعودتوا عليه نتاع الربطه اللي تجي في الوسط، ولكن انا مانيش رايحه ندير ربطه، حبيت نغير شويه. التغيير مطلوب، يعني تجي شابه ولا ما تجي شابه من بعد نكتشفوا مع بعضنا، لاني مازال ما خدمتهاش، درت الفكره من راسي. واش راح نحتاج لهذا الوساده؟ طبعا البنات تعودتوا اني دائما الوسادات تاعي راح نديرها وساده بريه، يعني القلب نتاعها او القلب نتاعها من الوراء راح يكون قطعتين، واحده قطعه الكبيره اللي راح تكون 75 ولا 70 سنتيمتر اعلى 60 سنتيمتر. في هذا الموديل طبعا مانيش راح ندير 60 لاني مانيش راح ندير لو كادغ نتاعي، راح ندير الوساده حدو قدو، لانه هذه الوسادات زعما تاع الدونتيل ولا انا حبيتها، انت الا ما حبيتيش انت حره. تحبي ديري الكادغ دائما نقول لكم زيدوا في المقاسات نتاعكم، انا مانيش راح نديرها الكادغ، راح نخدمها يعني فيني 70 على 50، راح نزيد برك حق الخياطات اللي هو دائما نقول لكم 2 سنتيمتر في الطول. وصديقو هنايا راهي عندي بزاف القصات، يعني في كل مره راح نزيد هنايا واحد واحد منا، ونزيد القطعه الثانيه واحد واحد منا، يسمى شويه كاين بزاف امورات. المهم البنات هنايا الوساده نتاعي راح تتكون الوجه نتاعها، الوجه نتاعها هذا هو نوعين من القماش، القماش الايني او القماش الساده او القماش الايني، احنا نقول ايني، والقماش الامبريمي او اللي مورد ومشجر كما يقولوا اصحابنا في واخوتنا في مصر. هنايا البنات هذه القطعه شحال درت فيها؟ هنايا درت فيها 45 سنتيمتر. القياسات هذو نتاعي دائما بين قوسين نقول لكم انا ندير قياساتي، وانتي شوفي واش موجود عندك والمتوفر اخدمي به. انا نعطيك الفكره فقط، ولكن انتيا بالمتوفر خيطي الوساده نتاعك. هنايا قلت لكم 45 سنتيمتر راني دايرتها هنايا، العرض نتاعها انا درتها هنا 53 سنتيمتر ولا 52، يعني مع الخياطه وكمان راح تولي لي 50 سنتيمتر. وهذا القطعه الايني انا درتها فيها 30 سنتيمتر ومع الخياطه 30 سنتيمتر، هذه هي. والعرض تاعها كيف كيف مثله 52 ولا 53 سنتيمتر. نحتاج كذلك قطعه هكذا، هذه القطعه البنات دوك تشوفوا واش راح نديرها. هذه راهي قطعتين من القماش 20 على 45، 20 على 45، هاني قطعتين من القماش. درت الوجه على الوجه وخيطها من الداخل، خيط لي دو كوتي الجهتين الفوق والتحت، شغل راهي مستطيل، راهي قطعه مستطيله. شوفوا معايا راهي قطعه مستطيله، هاي ليك 45 على 20 قطعتين الوجه على الوجه، خيطت الطول والطول تاع المستطيل وخليت منها مفتوح. لا علينا هنايا خليها مفتوح بتقل بها وتحديها. هنا علاش هذه القطعه البنات راح نمسكها هكذا في الوسط فقط، هكذا كيما الفيونكا تجي كيما الكاشريدو فقط. علاه ما حبيتش ولا ماشي ما حبيتش، ما عنديش قماش بزياده باش ندير العقده هكذا وهكذا. دوك تشوفوا راح تكون نتيجه مرضيه باذن الله. خلاص خياتي هنايا، واش راح نديروا؟ نجيبوا القطعه نتاعنا هذه، راح نجيب هذه القطعه ونجيب هذه القطعه نتاعنا. راح نسبق بالقطعه الايني او القطعه اللي لونها موحد هكذا،
واش راح ندير البنات؟ هنا راح نجيب لا دونتيل نتاعي. هنا عندي هاد لا دونتيل، انا فضلت لي انت عندك اي نوع حبيت نديرها عريضه باش تجي فخمه، ولكن انا راح ندير زوج طرق من لا دونتيل، يعني طريق من وطريق من. هكذا راح نقيس هكذا، وراح نزيد نفس القيس منا، وراح نقطع هكذا. شوفوا معايا، راح ندير منا البراج دايرين لهكذا، ونزيد نقلب البراج الاخرين راحين يكونوا دايرين لهذ الجهه منايا. احنا راهي على القفه هكذا، هنا البنات راح نخيطها في الوسط، ونزيد نخيط منا ومنا باش ما يتحركليش هذا القطع. وطبعا انا هنا في الوسط راح ندير طريق تاع العقاش ولا اي ليزيست خاص ولا اي حاجه عندك، لي بيرل، الحاجه اللي عندك ديريها هكذا. خيتي راح نخيط انا، نسبق بهذه باش من بعد ما تجي ما تديرونجينيش في الخياطه. طبعا هنا البنات دائما نوصيكم تشدوا بليزيبان باش الخدمه تاعكم ما تزغطش، ما ديروش كيما انايا، ما تتبعونيش انا. بسم الله توكلنا عليك يا الله. فوالا كيما راكم تشوفوا، باش ما خيطنا هذه القطعه هكذا، راح نجيبوا القطعه الامخيمي، وراح نحط هذه فوق هذه، ولكن هنايا راح نعلم القطعه نتاعي في الوسط من جهه العرض نتاعها، اي من جهه 53 منا ومنا، ماشي من الجهه تاع 45، من الجهه تاع 3، يعني من جهه عرض المخده هكذا. راح نعلم الوسط، انا راح نكرونطي برك هكذا. هذه علاش درت هذه الخطوه البنات، باش نحط القطعه نتاعي هذه اللي درتها، دائما نحوس على الوسط باه ما يروحليش هكذا، ومنا كذلك هكذا. راح نحطها هكذا، نحطها في الوسط، وراح نخيط القطع نتاعي نجمعها، ما تنخلعوش عادي جدا. كيما راكم تشوفوا هنايا الفيونكه تاعي الوسطانيه، راني نسيي نكمشها باش نشوف كيف راح تجيني، ونحافظ على الاريحيه نتاعها، ماشي نخيطها نديرها حد وقد ونخيطها ومن بعد المخده تتكمش لي. طبعا فوالا، انا هنا كي العاده البنات نقول لكم نخيط ونروح للماكينه اسيرجي باه نسجي وننظف القطعه نتاعي. فوالا، نقول لكم المبتدئات ما ديروش عليا وشدوا بلي زيتانغلا هاي ليك الوجه تاع مخدمنا هكذا. وراكم فهمتوا هنايا كيفاه، راح هذه القطعه راح نشدها منا هكذا، راح نلمها غير هكذا، وراح ندير لها ديكوراسيون، ندير لها هذو القفالي هذو، نحط لها قفله هكذايا في الوسط، وهنا راح ندير لها ليزيستراس ونبينا صلينا عليه. واش رايكم في الموديل؟ خلطها تصفى، دائما نقول لكم خلطها تصفى، راح تخرج لكم من اروع الوسادات، وراح تشوفوها معايا في الاخير. فوالا، نكمل معاكم، انا نروح ندير السيرجي تاعي، ونروح نكمل نغلق الوساده تاعي، لانه اللي حد الان خلاص هنايا، هنايا بعد ما نغلق الوساده راح نجي نكشكش هذه القطعه هنايا هكذا، راح نعملها هكذا. طبعا لاني ما عنديش القماش الكافي
اني ندير الفيونكة تقولوا لي بصح عندك هذه القطعة. لا لا البنات، هذه القطعة راهي عندي غير 45 سنتيمتر، مفهوم؟ هاي ليك 45 سنتيمتر تاعي، والفيونكة لازم لها ربطة تكونوا طايحين منه ومنه، كي نربطها يكونوا طايحين، يسمى ما عنديش القماش. هكذا يعني منها حبيت ندير ديكور يكون شباب، ومنها اني درت الربطة نتاعي في الوسط وراح يكون شكل جميل وشكل شباب. هذه هي الفكرة تاعها اليوم، حبيت نقول لكم عليها. تقولوا لي كملينا الخطوات، راح نكمل معكم كيفاش نغلق الوسادة نتاعي وتشوفوا الشكل النهائي في الاخير، ما تروحوش بعيد. بعد ما سرجتها راح نجي ندير لها لا سيربيكور فوق الخياطه. هذه خطوه نقول لكم اساسيه، ماشي اساسيه. تحبوا نتوما تعاودوا لها بالحديد تجيكم بيان فيني، سينو تحبوا زعما حاجه بيان فيني بيان فيني بيان فيني، زيدوا لها لا سيربيكور وحدوها. هذه هي كملت معكم كلش. راح نغلق معكم الوساده، طبعا قلت لكم خيط وساده البريه من الوراء، يعني تجي قطعه طويله وتجيها قطعه صغيره، ورايحه نغلقها وراح تشوفوا معايا الشكل النهائي. دائما نعاودها الشكل النهائي بنلقى روحي نصور. هذه هي. المهم حبيباتي ما تنسونيش، خلوا لي لو وصلتوا لهذه المرحله ولا هذا المقطع من الفيديو خلوا لي تعليقاتكم، نحب نقرا تعليقاتكم وتشجيعاتكم. وطبعا كل مره نحط لكم فيديو هكذا يا نتفكركم وتتفكروني به، ما تنسونيش طبعا هذا هو الاساس. وعائلتي رانا قريب نوصلوا ل 100,000 مشترك، كملوا البارتاج تاعكم وكملوا الدعم تاعكم، راني محتاجته الان، ما بقناش بزاف، وتكبر عائلتنا ونوصلوها ل 100,000 مشترك، وراح تكون لكم مفاجات ان شاء الله. هيا حبيباتي ما تنسونيش طبعا كملوا لا فيديو، راح نتلاقوا مع بعض في الاخر. فوالا فوالا، هذا هو الشكل النهائي تاع الوسادة تاعي، كيوت ماشي سامبل، درت لها دونتيل سي نورمال ماشي سامبل، ولكن حاجة كيوت، حاجة شابة، أنا نظن حاجة شابة. نتوما إلا ما عجبتكمش خلولي، إلا عجبتكم قولولي. المهم وشنو، أنا قلت لكم خلطها تصفى، من الخياطة ماهيش علوم دقيقة، يعني من حاجة والو تقدري تخدمي إبداع وتحفة فنية. في الاخير نقول لكم اللي عجبتكم الفيديو خلوا لي تعليقاتكم الشابه كيما نتوما شبات العضلات تاعي. ما تنسونيش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ويصلكم كامل جديد تاعي فضلا وليس امرا. ديروا لي جيم لا فيديو، بارطاجيو مع ناسكم احبابكم، تهلاو في روحكم وتهلاو في صحيحتكم، تلاقاو في ساعه الخير في وقت ما خير ان شاء الله. دمتم اوفياء ووفيات لقناه متعه الخياطه والابداع دنيا باغادي دونج، دائما مع الدنيا تبقاو اوفياء نبقى وفيه ان شاء الله.